زيك فن تبع الموجة. دقيقة حظ. صباح النور فاطمة، مرحبا بيك في دقيقة حظ. شحوالك؟ صباح الفل والياسمين والأخبار جديد ونهار جديد، ويا ربي العمل عليك. وكل واحد يحل باب الدار يبدا خارج يقول لك عندي حاجة في مخي أنا اليوم نحب لازمني نسمع. اللي يحب يسمع أي على قرض، اللي يحب كرهبته اليوم تتصلح، اللي يحب زيادة، اللي يحب يلقى خدمة في الحقيقة. هو اليوم الفترة هذية فما جديد في جل الأبراج، يعني عندهم برشا جديد، لكن العقرب متغش علي شوي. انت متغش علي؟ متغش علي؟ انا متغش علي. هاي نبداو من حتى دخلتوا العقرب. مانيش باش نحكي على مراد هوني، مانيش باش نحكي عليك انت. الحمل منصب جديد، وضعيه مهنيه احسن من اللي كنت فيها، فما حاجه جديده تدخل في حياتك، زعما حب جديد، عنده حب جديد. الحكومه جايه فيها هو منصب ذي منصب. ذهلي ذهلي. الثور تتخلص من مشاكل الماضي وتتعرف على انسان جديد، وفما نظره اعجاب. الجوزي لازم يركز مليح ويعاود يراجع حساباته على الصعيد المهني. وفما لقاء عند السرطان عنده برشا عليه مع انسان عزيز على قلبه، ترجعوا ذكريات الماضي. نتعداو للاسد، راحه البال راهي هي تاج الراس، على هيك لازمك توسع بالك وتبعد على كل حاجه تنجم توتر لك اعصابك، صحتك راهي ابجل. والعذراء عنده تغييرات في حياته العاطفيه، نتيجه حرصه على التجديد، سيد يلوج على جديد. ولقاء راهو هذا اللقاء باش يكون في طبق من ذهب. جديد لقاء مهني ولا حاجه اخرى؟ لا حب ايه؟ عنده الحب. الميزان وضعه المهني مستقر، خاصة بعد الكونجي اللي خليته يراجع حساباته، وحذر روحك المرحلة جديدة. والعقرب لازم يركز في أخطاء الماضي، غلطنا مرة اثنين اي وين مكمل هذيك على تغش عليه. وكان على القوس خطواته مدروسة، يعرف يحسب لها تكتيك القوس. فما جديد في ثنية ممكن زيد الدخل. اي فما كان مراد يا اخي. جينا للقوس. الجدي فترة انفتاح على الصعيد الشخصي والمهني واتصالاته تكثر، حاول انك تنظم وقتك. نتعداو للدلو، الامور تتغير للافضل، مغامرة جديدة راهي في الافق. كيما قلت لك ليندا راهي اكثرية الابراج عندهم برشا جديد. ونختموا مع الحوت، افكاره برشا اما مشوش شوية ومش عارف منين يبدا. باهي ديما فما ديبو لاي حاجة، البداية لازم يعمل على ربي كيما نقولوا احنا وينطلق. ميرسي فاطمة. كان هذوما الابراج اليوم. شو قلت؟ الازهار. الزهر والازهار هذوما ابراج اليوم. ان شاء الله عندكم برشا زهر. كي تحبوا تعاودوا تشوفوا الفيديو كامله الباج نتاعنا احلى صباح باي موزاي كافي، ان شاء الله ديما مزهرين. ترجع وحدنا فاطمة 8:30. اتو تالوغ. دقيقه حظ.